تواصل مستشفيات محافظة شمال سيناء استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين بمختلف أعمارهم ليحصلوا على الرعاية الكاملة من عمليات جراحية واستشفاء وعلاج طبيعي. ويطلعنا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري على مزيد من التفاصيل. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، أحدثكم هنا من داخل مستشفى العريش. هذه المستشفى التي استقبلت عدد كبير من المصابين هنا من الأشقاء في فلسطين. هؤلاء المصابين أعمارهم مختلفة، تبدأ من الأطفال 5 سنوات الذين قاموا بعمليات كبيرة إما في الرأس أو في القدم أو في الأيادي، أو حتى من الشباب فوق 20 عاما الذين أيضا يعني نالوا جزء من العمليات هنا في مستشفى العريش العام، وبعد ذلك أيضا جزء من العلاج الطبيعي. كنا هنا في جولة مع وزير الصحة المصري ونظيره أيضا وزير الصحة التركي والسفير التركي في مصر، الذين قاموا بزيارة المصابين هنا داخل مستشفى العريش العام، وتحدثوا أيضا معنا عن أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتحديدا الجزء الخاص بالصحة على استعداد استقبال المئات والآلاف ربما من الأشقاء في فلسطين، ليس في مستشفى العريش فقط ولكن في جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية. جاء ذلك بعد مؤتمر صحفي بالطبع لهم داخل معهد ناصر، وأيضا كان هناك في معهد ناصر إشادة بحجم الاستقبال الكبير وأيضا العمليات المختلفة التي قامت بها الجهة الصحية المصرية مع الأشقاء المصابين. يأتي ذلك بالتزامن بالطبع مع دخول عدد كبير من المصابين، حيث تخطى اليوم أكثر من 10 مصابين دخلوا إلى جمهورية مصر العربية وتم توزيعهم على المستشفيات. وأيضا وزارة الصحة قامت بتجهيز عدد كبير من الحضانات الخاصة بالأطفال لاستقبال أكثر من 35 طفلا إذا سمح الأمر بنقلهم من الأشقاء في فلسطين هنا إلى مصر. ذلك بالطبع بعد خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة تماما بعد نفاذ الوقود وموت واستشهاد عدد كبير من الأطفال داخل المستشفيات ومنها مستشفى الشفاء بعد أن خرجوا من الحضانات بسبب بالطبع نفاذ الوقود. واليوم هو التطور الملحوظ الأول، وهو بالطبع دخول الشاحنة الأولى للوقود محملة بما يقرب من 25,000 لترا، وتم تحديد استخدام هذا الوقود من جانب قوات الاحتلال لسيارات نقل المساعدات فقط عن طريق الأونرا، ولم يتم توزيعها بالطبع على المستشفيات المختلفة أو حتى على المرافق الحيوية التي بالطبع خرجت عن الخدمة بسبب بالطبع توقف أو وقف وعرقلة قوات الاحتلال لدخول الوقود ودخول جميع المساعدات إلى قطاع غزة. هنا من مستشفى العريش العام نقلنا لكم الصورة مع المصابين، نقلنا لكم الصورة مع الأشقاء في فلسطين، نقلنا لكم الصورة أيضا من جولة وزير الصحة المصري ونظيره التركي داخل مستشفى العريش العام. كريم بيبرس من مستشفى العريش العام، التلفزيون المصري.